أيها التونسيون، أيتها التونسيات، يا حراير من بتزرت للبرمة وقلب الطنجرة على فما تطلع البنية لامها، يا أحلى شاف في الدنيا. مادامكم انتخبتوني باش نلقي عليكم خطابي الرئاسي قدامكم وقدام خطيبي محلى زين ومحلى عيله وقدام الكاميرا ويد. أيتها التونسيات، تحبوا تهنيوا على رويحاتكم، شدوا دويراتكم الخزرة، خليوها بالسترة والتبسيمة بالأحكار. إي هني على رويحتك وروح الخمسة تاع العشية عاونمك في المسحان والسلطين والهزين والنظان والتطيب كيف تبدا بصحبته تلهي له بمه، طيب له العقد والعجج والمقارن والزرير، عصبن له العصبين وشيخه بالتفاح، تتشوف كيفاش يجيك سطل. اي ماله جمعه ويجيك مسحور باللوز والزلوز كنسر الفاكهه وسبعه منادل وقفه من صاع للصاعين، بوصاع على مشماش على خوخ على سفرج حتى من الرمان يجيبولك من البويت المتكيفه. أيتها التونسيات فيقوا واقفوا، هيا نسى الكل تقف، اقف انت واقف. المرأة يلزمها كراس شروط وباتين، اي مالا كيما الواجهات وجماعة النقل، أولا يلزمها تكون ماشية زيرو كيلومتر، اللي ماشية زيرو كيلومتر تصفق. تفلموا. ثانيا التربو والسيسبونسيون والأرباك مريقلة باش أختك تشد لك الأوتوروت ما تبيلش، المبيلة تصفق. خوذة يا كاميرا مان هذيك خوذة ولا معلمة. أيتها التونسيات اسمعوني مليح، بروا زهزوا اي وماذا بيكم على بكري، سبي سينوكس سبي ساتابل سبي سوانب سبي سكلمني بطاطن بالشعرة زربية علوشة مصور فيها اللي يقول لك التوريفات اي والبوجينا ماوات وصدليات وكثروا مك البارفانات والمكياجات يحبوا اقراوا له حسابوا هكا في شوية مزوات. اي اسمعوني ايتها التونسيات اسمعوني مليح، كيف يجي خطيبك لداركم اتلهى بيه وضيفيه مدلو هكا كاس الروزات وكعبة البقلاوة ويدك ترعش هكا وعينيك مذبال عرقلو عرقلو من غير ما تذوقوا، وكان تعركتو ليا وليكم ربي اما ما فيها باس سكروا على المواقع الالكترونية الكل ما تحكيش معاه وبعثلو في الليل هكا غنية درت الصحراء وبرور ومرقيتك يا حبي، وكان صالحتو اشري له هكاك السورية الزرقاء مصور فيها الطنين يحبوا راهو أميلة. اسمع وكما قالت الزميلة والرفيقة والمناضلة منولة، الأم 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 نحبو نكرهم وإلا